بتاريخ 6/10/2017 قام السيد نوف الحمادي سلطان محافظ نينوى بالبحث عني في محافظة نينوى، وخلال البحث التقى مع أحد الأشخاص في مقر الحزب الحل في الطيران وأبلغه بأنه يبلغني بأنه سوف يمزقني أو يقتلني بالأصح، وقال له بلغ عصام أبو كرم سوف أقتله وسوف أمزقه جزعين. وهذا يدل على مدى فشل السيد المحافظ وانهياره أمام الفساد المستشري في محافظة نينوى وفي دوائر الدولة، وكذلك الفساد المستشري في منظمة UNDP. ونحن جماهير نينوى بل أبلغنا جميع الأخوان وجميع الأصدقاء، وكذلك أبلغت مشايخي من عشيرة السليفاني في حدوث أي طارئ لي ليكون هو المسؤول نوفل حمادي سلطان عن ذلك، لأنه هذه المرة الثالثة يقوم بتهديدي وذلك لكشف الفساد المستشري. ونحن جماهير نينوى نبقى صامدين ونبقى نطالب الحق، ونطالب أهالي نينوى وجماهير نينوى وكل الأهالي وشرفاء نينوى بأن الدماء اللي سالت في محافظة نينوى من قبل الجيش والحشد والبيشمركة لن تذهب سدى. قضينا على الدواعش الإرهابيين، واليوم سوف نقضي على الدواعش السياسيين الفاسدين الذين يلعبون بمقدرات أهل نينوى والنازحين نينوى والمهجرين نينوى. وهنا أطالب المجلس محافظة نينوى، أعضاء مجلس محافظة نينوى، أن يقدموا شيئا لهذه المدينة، وهم أقسموا باليمين بأنه يعملون على قضاء على الفساد وكشف المفسدين. وأناشد الأخوة الأعضاء في كتلة النهضة نينوى وكتلة النهضة الوطنية أن يتحدوا من أجل القضاء على الفاسدين، وكذلك القائمة للتآخي، لأن هذه مسؤولية محافظة نينوى على عاتقهم أن يكشفوا الفساد والمفسدين وأن يقضوا على جميع الفاسدين في محافظة نينوى، لأن طفح الكيل ولدينا كثير من الملفات. فأطالب دولة رئيس الوزراء حيدر عبادي أن يوفر لنا حماية لأعضاء الجماهير من أعضاء المسؤولين عن جماهير نينوى، لأنه بصراحة طفح الكيل، طفح الكيل، وسوف نبقى ونستمر في كشف الفاسدين مهما كلف أرواحنا، لأن أرواحنا لم تكن أرخص من الشهداء الذين ضحوا من أجل القضاء على الإرهابيين. ونحن سوف نقضي على الدواعش السياسية إن شاء الله، وتبقى الموصل حرة أبية إن شاء الله.